ده البطاريه دي تشو دول اتنين ما يعرفوش بعض خالص. انا مش متفائل ولا انا. طب انا نفسي اعرف مين الشخصيه اللي جنبي دي. كلمي تاني كده. نفسي نعرف مين الشخصيه اللي جنبي دي. هو انت منين؟ من بلد. ايه طيب انت اللي منين انت؟ بص احنا ما ينفعش نقول اسماءنا لبعض صح؟ اي فاحنا هنفترض ان انا اسمي علي وانا غزيه. لا بس الغزيه لازم تروح سواد. وانت اسمك ايه؟ سمية. كان نفسي نبقى اسمي سمية وانا صغير. انت جاي منين؟ من بلدنا قلت لك. بقى انت واحد قبلك اللي كان بيسالني ولا جيت تاني؟ طب انت السواد دي انت جالك عصير ايه؟ مش عارف ده شكله دي مية. مية؟ وريني. دي مش مية يا اخويا دي بتاع دي البيبس. وريني كده اللي جالك ايه؟ اهو بيبس اهو. ايه ده انت ايدك فيها شعر؟ ايه؟ سنة يا اخويا. طب يا بنت تهزقونا يا جماعة. سنة وبعدين انا مش هحلقهولك قبل الفيديو بقى ما انتش عندي دي. وبعدين يا اخويا هو انت منين ما قلتليش يعني؟ انا من اسكندرية. بقول لك ايه معلش عايز بنديل. اقوم اجيب بنديل وجاي سواد. قوم. هو انت مين ما قلتليش؟ ما قلنا ما ينفعش نقول اسم بعض. انا اسمي علي وانت قلت اسمك سمية. ايوه تمام. طب انا عايز اعرف انت منين بس. قول لي وانت. I am from Egypt, Alexandria. ما قلتليش برضك انت منين؟ انا بقول لك من الكسندريه. من اسكندريه. اسكندريه. طب بقول لك ايه يا اخوي؟ قول. هل انت مثلا لو احنا متجوزين هتخليني نطبخ في البيت ولا تخرجني ناكل بره؟ بصي هو انا كنت حابب ان انا اتجوز واحده تطبخ لي في البيت بصراحه. حلو دي. بس انا يعني سامع صوتك فانت طبيعي بتعرف تطبخ كل حاجه. موجوده دي ايه والله. انا فرحان يعني. طيب ما هاني انت نفسك في حاجه انا نفسي في حاجه تانية. يعني انا مثلا نفسي ناكل بره مش نفسي اطبخ في البيت لان انا بطبخ في البيت كتير. ممكن نطلب دليفري وممكن برضه ننزل ناكل في ماك وكي اف سي. ايوه انا خدني معاك ماشي. بس هل بقى هناكل ايه بقى؟ هناكل من ماك وكي اف سي وبيتزا هات و دي مطاعم دي؟ ايوه. لا يا اخويا انا عايز اكل حاجه كده حاجه مفهومه كده مش هاكل حاجه ما اعرفهاش يعني. ما هو ماك وكي اف سي بيبيعوا فراخ. لا مش عايز انا الاجانب دول. انا عايز اكل من عند الحرش. ممكن نروح عند الحاتي. ناكل عند الحاتي؟ المدهش ماشي. اه انت جاي معاك في كشري. ايوه. انا شامم ريحه بقك منين؟ لا والله. اقسم بالله من خسير بوجي. طيب خلينا نسال اسئله مهمه. تمام اسم. لو في يوم مثلا نازل مع اصحابي الساعه 2 بالليل. طيب. راح العب بلاي ستيشن. انت ايه رايك؟ هتنزلني الساعه 2 بالليل ولا ايه؟ لو انت هيبقى عندك كام سنه يا شحت يا لوب انت اللي هتنزل تلعب بلاي ستيشن يا ابو عيال؟ ايه؟ هيبقى ربنا محكمك على وقت تنزل تلعب بلاي ستيشن؟ هيبقى ربنا مديك مسؤوليه وتنزل تلعب بلاي ستيشن؟ هو انت اتجوزت قبل كده؟ لا. ما انا مش متجوز. ما عرفت منين ده؟ انا سنجل قوي. سنجل مسنجل سنجول. طب ما انت طبيعي سنجل. امال جاي البرنامج ده ليه؟ ما انت طبيعي سنجل. المهم ايه؟ هتنزليني الساعه 2 ولا لا؟ والله هو على حسب يومك معايا. يعني مثلا انا حابة ان انا اكون مسيطره فلا بعد 12 لا. احنا كده اختلفنا مع بعضين. لا نختلف ليه؟ ما فيش اختلاف ولا حاجه. بص بقول لك اسمعني بس مفيش الكلام دي. هو بس الموضوع ما في ان انت ممكن تنزل عليه بس لما انا ارقد لما انا انام نيمني وبعد كده انزل انت براحتك. ايه شغل الحراميه ده؟ احنا شغالين مافيا. هقول لك انا على حاجه. طيب قول. دلوقتي مثلا كل الرجاله اول ما الست ما بتعمل غلطه يقولوا لها ايه؟ طب روحي غوري عند امي. روحي امشي عند امي. هل انا لو رحت غورت عند امي هتبقى باجي عليا؟ حسب احنا زعلانين من بعض في ايه. يعني مثلا ممكن يكون موقف زعلنا من بعض بطريقه وحشه احنا لازم نبعد عن بعض شويه ناخد هدوء. ايه دي في ايه؟ وتقعد تشغل لي وتقعد تشغل لي علي ربيع اسمه ايه؟ علي فاروق وحوت. ايه يا اخويا الاحزان اللي انت فيها دي؟ لا ساعتها كده ورديني في ساعتها كده. فاهم انت اللي هو انت طالب وردني على طول. انت طالب وردني على طول. ممكن اجيب لك شوكليت وممكن اجيب لك برضه وبنك تشيك. ممكن اعمل معاك حاجات كتير برضه صاحب بيها يعني. تحب تصاحب الحاجات دي؟ من عند المدهش اتصالح، من عند الحرش اتصالح. انت شكلك بتتصالح ب 2 كيلو رز بطبق كشري بس والمسخه انا جعانه قوي. طب هل ان انا مثلا لو سبت لك البيت سبت البيت وغرتي في داهيه عند امي زي ما الرجاله كلها ما بتقول تبقى عملت الصح. الله يسترها عليك. انا عارفه ان انت بتنفد فيا بس برضك مش هنقولك اللي في بالك. المهم
هل يعني لو رحت غرفتي بتاع عند امي في دهله انت هتعرف تطبخ؟ عادي هفتح اليوتيوب واتعلم اطبخ. صعبه يعني. ايه دي اليوتيوب ما خلاش فيه حاجه يعني فاهم؟ ما خلاش فيه اي حاجه. طب افرض مثلا في بيبي في السيت يعني في رضيع هيبقى مطلوب منك ان انت ترضعه، هل هترضعه؟ اعمل له لبن صناعي. ببرونه. سهله يعني. مثلا الصيدليات قفلت. احنا في فترة الكورونا دلوقتي والصيدليات قفلت وما بقاش فيه لبن صناعي هترضعه ازاي؟ ماي فريندز كتير يعني ممكن اكلم اي واحد فيه. دي ماي فريندز دي ماي فريندز دي واحدة صاحبتك صح؟ لا دول اصدقائي. اصدقائك ايه قلت لي. طب وهتجيب صحابك ليه؟ ما انت موجود هترضعه انت. هوب عنتر ابن شداد انا خارج عني النفس. ايه يا اخويا؟ سناكس. ايه؟ الكرمشات. انا نازل لك احكوا المصحف بنقعد عندنا بنعمله احسن من دي. قعدني بس انا وامي قدام الفرن وما تشغلش بالك بالباب. نازل لك ايه؟ جاي خد دوك كده. امسك. ايديك فيها شعر. يا معقول نحترم نفسك بقى بعد كده؟ قال لي قول لي انت نازل لك ايه؟ وريني كده. قول لي مش عارف. عارف. طعمها وحش. ايه ده؟ هاتي يا اخوي ده البتاع ده بيجيب اسهال انا عارفها. انت خدتيه كله ليه طيب؟ من عندي مخبوزات ابو احمد عندني. طيب اصحاب ابو احمد بيعملوا احلى. الدنيا قفلت معاه شويه مثلا في الفلوس وكده. هتقدري تستحمليني وكده؟ انزل انا شغل يعني؟ لا تستحمليني يعني مش هتطلبي طلبات كتير وكده. والله يا اخوي احلى حاجه في الستات اللي هم ايه بقى؟ اللي هم بيبقوا طالعين من على طبليه ابوهم دول لو 50 جنيه هم خلاص كده شويه طماطم على شويه كيسين مكرونه على مش عارف ايه وهنعمل لك سامر قدامك والمصحف. عارفه سميه انا عارفه انا مش عارف قاعد معاك ازاي بس انا فرحان والله يعني فرحان ان انا لقيت حد يتقبلني. ايه سميه دي؟ هي انا اسمي سميه عشان لسه ما قلتلكش اسمي. ايوه مش انت قلت لي قول لي سميه. طب انا عايز اقول لك على حاجه بس ما تتحرقش. ها مش هتحرق. هو انت بتشربها ايه؟ هي ايه دي؟ السجاير بتشربها ايه؟ انت بتشرب سجاير ولا ايه؟ انا بشربها ميريت يا اخوي. انت بتشرب سجاير ميريت؟ احبس دي بس اللي على نفسي. الله ده مش زبلايد اديها ورده عشان تدي سجاره يا خدي. تسلم يا اخوي شكرا. الف جوانين دلوقتي بقول لك ايه نحبس بعد الموضوع بعد. بص انا هاخدك بعد ما نخلص. انا حاسس ان الموضوع هنا بقى ايه يعني بقى بيقولوا عليها بالانجليزي ايه يا والع اسمها ايه؟ بروفر او حاجه زي كده. ارتحت يعني؟ لا حاجه اوفر بقى الموضوع اوفر شويه. فاحنا نتكل على الله ونقعد على قهوه كده عندنا في الشارع فاهم انت ونقعد نتكلم ونحكوا مع بعض اكتر. معكش ولاعي؟ يا سوادكم الناقع. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ما طلعت السمي؟ انت متجوزه؟ مش مهم، المهم ان انا مش سمي. خلي بالك من الحاجة. خد راحة فين يا بنت الجزمة ده انت يوم ابوك اسود. والله يعني حضرتك انا اللي اعرفه ان اللي عنده نعجة يلمها. حلاقة هاجو. ايه ده؟ سمية؟ انت خليت فيها سمية ده انت لسه جاي النعجة دوب.